كبير كبير نشوف هيطلع لك ايه كبير بس على الصغير حلو شيبسي حق معايا ايه دي ازيكم اصحابي عاملين ايه احنا النهارده هنعمله تحدي الصغير ضد الصغير الكبير ضد الصغير ودوت بالقرعه كل واحد هيختار ورقه بالدور مثلا انا الاول لو اخترت ورقه وطلع لي فيها الكبير هاخد الكبير والتاني لو اختار ورقه هيطلع له الصغير هياخد الصغير بالحظ بقى خليكم معانا يلا نشوف حظنا يلا طبق الورقة وحطها تاني في الطبقيات لا ماليش دعوة طب كده كيندر جوي طب كده الورقة اتعرفت لا ما احنا هنغيرها دلوقتي الورقة حلوة حلوة صغيرة زي الكبير مش هتفرق ماشي دي فيها لعبة ودي فيها لعبة بالظبط افتح لعبة مش هتكون حلوة حظك هيكون وحش لا هاي حظك وحش ده ابو اعمى ده ولا ايه ما عندوش وش خالص فين وشه شوفوا وشه في اللزق قطه على جنب يا عم ماشي مين هياكل مين هياكل يلا شوف اللي بعده يلا اللي هيضغط هو اللي هياكل هتفتح يا ادم الكيندر جوي مش عارف افتح ايه ادم سايحه شويه سايحه شويه طيب خليها دلوقتي شوف اللي بعده يلا هنختار دوري انا دوري انت بتعمل ايه ده انت بتلعب في ال انا اخترت انت كبير عادي انت كبير كبير نشوف هيطلع لك ايه كبير بس على الصغير حلو شيبسي حق معايا ايه دي مش عاجبك يا ادم طعم ايه ده يا ادم شفت طعم ايه كاتشب وطماطم الكاتشب وانت يا عم الجبنه الفرنسيه لا الطماطم احسن كله يلا كل 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 ليه يلا هات الورق نغير الورق القرعه الظهر لذيذ بالكاتشب بحبه الكاتشب على يدور بتوشوشها ولا ايه يا ادم كبير مش كبير طب مين كبير كبير بس ما نعرفوش صغير صغير تاني مرة ادم العيال الصغير عصير بالتفاح شلمو ضايع بتاع ادم شلمو ضايع بتاع عمر بالضغط بيتفتح عادي ادم يلا اشرب اشرب انت عزيز مش هيتفتح لو مش هيتفتح مش عارف هنغش الممكن شويه نحطها في كاس كان شرطة حطها على جنب عند يا ادم حظ المرة دي مش تمام
ممكن نعمله بيهم سباق. يلا يلا يلا، مين اللي هيسحب؟ ايه ده اللي بشك؟ مين اللي هيسحب؟ عمر اللي عليه الضوء. اه يلا نسوق كبير. لا صغير. مره بقى، مش كل مره ادم يعني. واو. اوه ايه ده؟ كوكيز. ادم دي عشاء الكوكيز. مش في زر هنا؟ زر مين؟ الكوكيز الكبير. انت في كم واحدة؟ قول ورينا. أربعة. أجيبوا اثنين أهو. اثنين أهو. أوكي. شوفوا شكله. ناي شكل. خش. فين ناي ناي؟ استخبى بالكحل بتاعك. ايش فيك؟ ليش ما تتفتح؟ ليش؟ حتى الكيس بتاعه اكبر من بتاعي. شكله في اثنين جوا. ادوك تحط. شوف اللي بعده. لا مش راضي يتفتح. فتحي له يا عمر. خلاص. يلا يا ادم اللي عليه الدور في القرعه، مين اللي هيختار؟ باكل بعدين عشان غلسه. ادم اختار. يلا دي ولا دي؟ يا رب. كبير. كبير. انت حتى حرف الراء كبير معاك. كبير وطويل. انت قلب الورق يا ادم. بس هو كبير. ماشي يلا. شوف عصير. انا حظي وحش، قصدي حظي حلو. عصير بدل الرخم ده. ده بالقرمز. ده ايه ده؟ اورجينال. اللي هيضغط لايك وشير هو اللي هيضغط، مش هيضغط خلاص. ده غير الطريقة بشرب. اضغط بس، محتاج قوة شوية. مش عارف افتح. غريب شوية. ايه ده؟ غريب غريب. عجيب. كنز يا عمر عادي. كنز وجعت لي صباعي. شوف انا حتى اتعورت. فين؟ ما اتعورت. وريني. يا 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 نوتي. ده شكله بالمانجا ده. انت اشرب شاي يا عم. طعمها لذيذ لذيذ لذيذ. يلا نشوف مين اللي عليه الدور. طب بتاع ما يتقفلش. خليه جنبك دلوقتي. هيتقلب. وانا بتاعي مش مفروض كويس. نشوف مين اللي عليه الدور. هو القرعة جامدة كده. مين؟ باينة. باينة؟ لا مش باينة. كبير. دي في شخبطة من ورا. ايه؟ كبير. كبير. يلا. يلا امشي يا نت. انتي اللي بتخلصي. لا خلاص سلام. يلا السلام عليكم. مش هفتحها. ايه؟ ده بالايه الاول؟ مش مكتوب جبنة. مكتوب الجبنة. تمام. مكسب 7 مليار. اهو. مكسب ب 80 مليار. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبكم اضغطوا لايك وشير واشتركوا في القناة. وخذي دي بعد ما تقفلي. سلام. خسرت وقت كتير. كده اخدت وقت كتير. الله. برافو ادم خلص قبل عمر. اتعب. اثبت يا ادم. خلاص خلص اديله. يلا نشوف الفكرة اللي بعد كده. والله انت زعود يعني. معانا كولا. هلا والله. ريسبيري عندك؟ بلاك بيري.
نفتحها باربع صوابع العلبة. لا بس بعد نفتح يلا ونشيلها واحدة واحدة في العلبة في الطبق او في الكاس ده. يلا شيل كوب يا معلم واحدة واحدة بس اسرع عشان وقت الفيديو. الله عليا يا ابو العيال حطيته كتير. طب انا ممكن اكب العلبة يعني. لا كده هتعيد من الاول وانا اكون فوزت. انا احتست والله وبي واعملها هنا شكلها فوز. لا لا يا بابا هي حاولي انت بتقرا يا ولد هام انت اذكر والله صباعي وجعني ده يا ابو دقني يا عارف لازم فوز. هذا مخلص الاول برافو. الله عليك يا ابو الزعيم. الله عليك يا ابو الزعيم. بقى معايا اربعة في الاخر. طب يلا يا عم تمام خلاص باقي واحده نشيل بقى الكاسات. انا فوز الكولا بلاتين. الله عليك يا ابو الزعيم. مش عارف اشيل حاجه باربع صوابع. دلوقتي جينا مع فقرة التلوين والكراسات عشان في وقت انا مش هعرف ارسم لازم مفيش انسحاب في الفيديو وهتنسحب. انا رسمتين زي بعض سمكة والله صح. كل واحد هيلون طب الون ازاي هو بقى نشوف هتلون ازاي بدون ايه كده ولا اي كدا. طريقه كده هتتوسخ ومعرفش الون كده. مسك بده مسك بده والله مسك بده. لا ما هو مقفول صباعه ما تقلقش لازق عليه مش هيعرف يمسك بالابهام. ايه ده يا عمر؟ إيه؟ عمر مش عارف يلون خالص بيشغل ماسك كده خبي يا ابو الزعيم. يلا هنشوف مين احسن واحد هيلون. عمر بيشخبط هتبقى رسمته وحشه جدا. خلاص ايدي ايدي يلا مين هيخلص الاول وتبقى رسمته احلى من التاني نشوف. مش مشكله هنغسل بعدين. انسحب؟ لا طبعا مفيش انسحاب. يا ريت كان في انسحاب. وفي تحدي ميه كمان نفتحه باربع صوابع. نخلص الرسم. برافو يا ادم. ادم كويس. انا رسمتي احسن. باين خالص انها احسن بصراحه مشخبطه. يا والله. بتاعتي احلى. عشان انا ملون رسمة واحدة على الباب واحدة على وشي. على وشي اديله يا ايسي اديله يا ايسي. يلا عشان وقت الفيديو. هو في وقت؟ اه طب في فقرات تانية خلص. ايه ده انا انسحبت خلاص. عمر تعب مش عارف يلون بايد واحده بدون ابهام. انا اللي فوز. يلا يا ادم برافو. ادم قرب يخلص. برافو يا ادم. شكرا. عشان نعرف ربنا خلق لنا كل حاجه حلوه بدون ابهام بيبقى العمل صعب شويه بس سهله والله معايا. ايه الابهام دي؟ ابهام يا ابو ابهام انت اسكت. افعيده يا بني انت صغيره. اسرع شويه يا ادم. لا مفيش سرعه. اوكي انا هخسر. انت قربت تخلص اهو يا ابو بيبهام انت هخلص قبلك.
مش مهم الرسم حلو ولا لا، المهم التمرين يخلص ولا لا. بالراحة بس. القلم بيخلص. انت عشان بتسرع. ايدي بتزغزغ مش عارف ليه. القلم خلص. مش راضي يعمل. في غيره، شو غيره؟ كده انا خلصت الحتة. ديت الاساس دي. مش عارفه امسك. كده هتنسحب خلاص. انا فرصه. مفيش انسحاب. في انسحاب؟ لا. انا عايز انسحب النوتي. نوتي؟ مين نوتي دي؟ يا رب اكسب. وفي كمان ترتيب شطراني. ممكن أسرع شوية؟ يلا نشوف الفقرات التانية. يلا يا آدم. أنا بلون أي حاجة، المفروض أفوق، مش مهم العدد ولا بتاع. أنا نشوف اللي هيخلص الأول، هيخلص أسرع هيكون أحلى برضو. شكل حفوظ. تبص في مين يا ابني؟ أنا رسمتي خربانة أصلا. أنا مخليك على الجزء الفاضي يا آدم، مستعمل قلم تاني. استعمل قلم تاني عشان ما يخلصش، عشان تعرف تلون اسرع، عشان تبطئيني بقى. يلا سلام. حفوظ حفوظ خمس. يلا اللي قدام يا حبيبي. مش لازم اللي قدام، انا وانت اللي قدام. لازم اللي قدام. يلا مين خلص حدد. على الاقل اعمل اي حاجه. يلا هعمل بسرعه كده، هلون اللي قدام بالله. خش يا ام. لحقت بقى. يلا هننهي الرسمه دي، شوف الفقره اللي بعد. طولت الفقره دي. فقرتين. بكرة الساعة. أنا انسحبت. خلاص كده كفاية. لا لا. الوقت كفاية. حاسس إني بقت كاتشب. تمام. عمر خلص الأول قبل آدم، عشان آدم قاعد يلعب. نشوف الفقرة اللي بعدها. شيل يلا الرسومات. ده شطرنج. هنرتب شطرنج رنج رنج. شطرنج بس فقط، مش هنلعب. يلا خلصنا. شوف مين هيعرف يرتب. كل واحد كل واحد يرتب الفريق بتاعه. لا 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 بس مش متقلقش. هتكسرها. هات الابيض. هات الاسود. حد ده حبيبي الاسود. احنا مش هنلعبوها اصلا عشان اقول ايه، عشان اللعبة الصعبة انا بخسر فيها لما بلعب. مش هلعب عشان الوقت. بطلع. يلا. طب بتطلع من ايه؟ ساعدني. اساعدك. يلا. الحراس الاول قدام. هقعد كده خليها بتطوق والله كده عشان احنا الاثنين نشوف. يلا في اسرع وقت شوف مين اللي هيخلص الاول. أسرع. بدون ابهام. بدون ابهام. تاني ابهام مين يا ابو؟ ما بيقعدوا يهزروا. عجبهم الكلمه. عجبني الكلمه. ايوه هاي بس. يلا هخلص الحراق. لا انا يا ابو الليل. كتكوت ابو الليل. كتكوت ابو الليل. والله لا اكسب. انا حلفت اروح اكسب. والله ايوه هتخسر. الوزير. يلا مين هيخلص اسرع. انا كده خسرت وقت كتير. كده اخدت وقت كتير. الله. برافو ادم خلص قبل عمر. اتعب. اثبت يا ادم. خلاص اديله. يلا نشوف الفكره اللي بعد كده. انا خربان فيها. الفقرة اللي بعد كده ده كل عمر يكسبني
كل واحد هيمسك الإزازة بتاعته ويفتحها بدون إبهام. ودي آخر فقرة معانا، شوف مين اللي هيفتح الأول. خلي بالك لا تقلب عليه. صعبة يا بوبها. أصعب حاجة في حياتي. أصعب فقرة. نركز شوية، نركز وانت هتعرف. وبالاخر هنعمله تحدي اللي يفك نفسه. عزتني. برافو عمر فتحها. ادم عرفت ولا لسه؟ لسه قدامك دقيقتين. يلا يلا خلاص. لا 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 لا، ادم كده بيطلع الابهام مش هيعرف. خلاص انا ادم مش عارف يفتحها بدون ابهام. عمر فتحها. يلا تحدي. ليش ما تتفتحي؟ ليش؟ يلا يلا تحدي فكري بس. يلا كده خلصنا التحدي. ما عجبكم تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا احول اقبال.